muhabbet saf derim. Hayır mı lan?
müsste man nicht haben. امسح ولا بتنين يا مصطفى؟ امسح بعض هناك دي. يلا انت. السلام عليكم. على الله حكايتك يا بوكس. 80؟ 80 من اللي فات. عايزة تقسيها انت بقى، يعني انت انا جبتها مرة
كانت الصفيحه بتمشيني مش عارف انا كنت موجود يعني كنت حاسبها لان المؤشر ده مش مظبوط قوي فكنت بظبطها كيلوات كانت تقريبا 150 كيلو باين حاجه كنت بظبطها بالتريب بس العربيات الحديثه بقى بيبقى فيها شاشه كده بتطلع لك بيانات بتقول لك مثلا انت استهلاكك قد ايه في ال 100 كيلو انت باقي معاك مشي كام كيلو اما الواحد لازم يحسب الحاجات دي برضه عشان ما يعطلش لا العربيات الحديثه بتحسبها لوحدها وتقول لك بقى في ازاي في وسط البلد قد ايه وفي السفر قد ايه بتبقى سهله لك الموضوع ده هس كده الريجيم والدخن والخساسين والحوارات الخايبة دي عليك تسمعيني وما تشوفينيش طب بتمشوا ازاي لا بنمشي عارفين الاتجاه
مرة اقول خلاص. فترة زمنية كده وشبه بعض. رشة برة كله يبقى عربية مقلوبة مش عارف ايه ونزلوا منها 65,000 في الأونطة كده. أمال المصنع بيعمل ايه؟ مش المصنع بيرش؟ المصنع بيعملها بالكهرباء. يعني ايه؟ التحليل الكهربي يلزق فيها يعني؟ مفيش معجون. لكن احنا لما بنيجي نعملها لازم نمعجن. بتفرق بقى طبعا، بتتقل تقل الصاج والتخنت لما بتزيد بيتأثر بقى العربية. Yeah.
مصيف في ايه بقى؟